يعد الذهب في نظر كثيرين ملاذا آمنا ضد الخسائر في أوقات الأزمات، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الأفراد، وهو ما أدى لزيادة الإقبال على شراء الذهب الخالص أو السبائك. في إقبال على السبائك والذهب الخالص، ويعني في ناس في كمية شريحة كبيرة يعني بتجي تاخذ مننا السبائك هذه والجنيهات، وفي ناس بياخذون اللي هو الذهب المصنع هذا يعني السعودي والكويتي والبحريني، بس تقريبا اكثر الاقبال على السبائك والجنيهات، تقريبا اكثر الطلبيات اليومين هذه يعني. لكن المختصين في الاقتصاد يرون ان الذهب ليس بالضروره الخيار الامثل نظرا لتقلبات التي تشهدها اسعار الذهب في الاونه الاخيره ما بين صعود وهبوط، وينصحون بتنويع اختيارات الاستثمار لخفض المخاطرة. هنالك ترابط واضح ما بين الأزمات وما بين ارتفاع الذهب عبر العصور القديمة، وبالتالي ترسخت هذه الفكرة وهذه الأصل لدى الناس أنه اليوم إذا كان في أزمة بأفضل ملاذ يمكن يعتبر للناس الذهب. لكن في أزمة كورونا بالذات لم يكن هذا الترابط كبير، او ما كان في ارتفاع كبير، بسبب طبعا انه كان في انخفاض كبير من الاصول لدى مدراء الاستثمار، وبالتالي فضلوا انه يبيعون الاصل اللي ما نزل كثير على الاصول الاخرى، فكان في بيع الذهب وازن هذه العمليه. لكن المستثمرين في الذهب لا يزالون يرون فيه عامل امان بل ووسيله لتحقيق الارباح في ظل ازمه فيروس كورونا. خطة لجأ إليها الناس لحفظ مدخراتهم، لأن الذهب يعد من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، وكذلك الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.